السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع جديد، الموضوع هو سر نجاح مربي الطيور، يعني السر الذي يخفيه مربي الطيور. أول حاجة، السر هو الاجتهاد، ثم الرغبة، ثم محبة الميدان، ثم المثابرة. فكما تعلمون جميعا، اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر، هذا هو السر. والسر الآخر هو أنك أن تحدد المكان، مكان تربية الطيور، لا يكون مكان في مطبخ أو في غرفة نوم أو في بهو أو في صالون يجلس فيه الناس، أو في مكان فيه حيوانات، أو في مكان فيه مجرى الهواء، يعني ما يسمى باللغة التركية الكولوندير. فإخواني الكرام، السر كما قلت هو هذا: من سار على الدرب وصل. إنسان عندما يرغب في تحقيق شيء معين سينجح، عندما يحلم سينجح، عندما يجتهد سينجح، هذا هو السر، المثابرة. وكما قلت في الأول في بداية حديثي، أن اثنان لا يتعلمان، هم المستحي والمتكبر. فأخي الكريم، باللهجة المغربية ما فيها بأس، تستعن بصديق، شيء إنسان كيعرف الطيور، كيعرف الذكر والأنثى، كيعرف أن الطيور مريضة ولا ما مريضاش، يعني كيكون إنسان متمرس. هذا هو السر. إذا بغيتي تتعلم، حضر راسك. إذا بغيتي تتعلم، اسمع. إذا بغيتي تتعلم، تواضع. راه هذا هو السر. شي حاجة أخرى راه يكذبوا لك. عاد من بعد عاد كتبدا تتعلم كتزيد. ولا غادي نقول لك أنا، ممكن أنت مبتدئ تجتهد غتكون أفضل من واحد محترف. علاش؟ السر هو أنك تحب هذاك الميدان، هو كترفق بهذاك الطائر، هو كترحمه لوجه الله سبحانه وتعالى، هو كتخاف فيه الله سبحانه وتعالى. لأن هذاك المخلوق اللي كتشوف فيه أنت راه ما خلقوش الله عبث، خلق الله لواحد المهمة، والمهمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت خديتيه درتيه في واحد القبض، خصك تعتني به، خصك تداويه، خصك تشمسه، خصك تعطيه يدوش، خصك تهلا فيه، تخاف فيه الله سبحانه وتعالى. لأنك غدا أمام الله سيسألك الله سبحانه وتعالى عن ذاك الطائر. هذا اللي غادي نقول لك، سواء ربيت طائر ولا حيوان ولا أي حاجة ربيتها في الدار ديالك، فأنت تكون على يقين أنك أمام الله سبحانه وتعالى مسؤول. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ما تحسبوش على طائر ولا حيوان وكاكرا صافي، لا، ما كاينش شي حاجة عبثية عند الله سبحانه وتعالى. فكنتمنى الكل يخاف الله، والله يجعلنا من الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. سلام عليكم.